يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بأن الله يضاعف للإنسان الثواب على صيامه وعلى قيامه يعد دعاء جائزا؟ يدعو الله أن يكتب له الأجر والثواب ويترك هذا لله عز وجل، لا يحدد لله يقول أعطني أجر كذا وكذا، لا، يقول أسألك الأجر والثواب ويترك التحديد لله عز وجل. نعم.